اكثر من السنه. والله انا ماشي الموت لا ان شاء الله ما نموتوش ان شاء الله غير اصبر شويه. تونس باهيه ولا غانا؟ تونس باهيه ولا غانا؟ ان شاء الله ان شاء الله. والله ما شاء الله. نعم نسلموا عليك سيد الرئيس. مرحبا بك. خاطر نحب نسلموا عليك. مرحبا بك. السلامة. مرحبا بك. مرحبا بك. كل الناس اينما اذهب اردوا بالكم تخلطوا ما بين النظام القديم وبين المنطقه التي خرج منها، راه ما عنده حتى علاقه، رانا كلنا جهه واحده، تونس جهه واحده ويجب ان تبقى جهه واحده، يلزمنا نحافظ على اللحمه الوطنيه، لانه لا قدر الله لو هذا ما وقعش فاننا يعني سنفاقم الصعوبات التي نتعرض اليها. الوحدة الوطنية هي أهم شيء، الاستقلال الوطني زاد بعد الاستقرار، وأنا نعاود نقول ونأكد اللي إذا كان انتخبت رئيس الجمهورية أهم شيء بالنسبة لي هو الاستقرار، واللي يهمني هو عودة الاستثمار باش ما عادش نشوفوا هالمناظر اللي يشوفوها في كل مكان اللي هي الفقر والخصاصة والاحتياج. هل هي رسالتي إليكم؟ إخواني وأخواتي لازمكم تمشيوا الانتخابات هذه لازمكم تتحركوا لها، لازمكم تتحركوا لها إخوانكم. ما حتى تونسي ما عنده الحق يبقى مكتوف الايدي ويقول هذه القضيه ما تهمنيش. انا مره اخرى نعول عليكم نعول على ربي وانتم اذا تعولوا عليا. والسلام عليكم. الشعب التونسي ممثل 24 ولايه نموها 24. هذه نعرفش عندها صدفه ولا جد وحدها. يا دكتور. الله يبارك لك. دكتور. يا دكتور.